خلينا نبتدي مع حضراتكم بأبرز الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح معانا بالتفاصيل حوالين الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، واللي أكد خلاله الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية جلسات الحوار الوطني، وإن الحكومة مستعدة لسماع مختلف الآراء والأفكار ومشاركتها في الجلسات اللي هيتم دعوتها ليها، وده من أجل الوصول لمخرجات يستفيد بيها الوطن. يمكن امبارح كمان يا منى كان في لقاء مهم وكلمة أيضا هامة لقداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية، اللي ألقى كلمة بساحة القديس بطرس، وده بمناسبة مرور 10 أعوام على زيارته للفاتيكان. كمان نروح للأكاديمية الوطنية للتدريب، لأن دكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب استعرضت تجربة الأكاديمية كنموذج ناجح في تمكين الشباب، وده خلال مشاركتها في ملتقى الاستثمار السنوي في أبوظبي. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من خلال هذا التقرير. أخبار كتيرة تصدرت الاهتمامات امبارح، أبرزها الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اللي أكد خلاله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على أهمية جلسات الحوار الوطني اللي دعا ليها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقال مدبولي إن الحوار الوطني هو جزء مهم من الحراك الإيجابي اللي بتشهده الدولة المصرية حالياً، وإن الحكومة مستعدة لسماع مختلف الرؤى والأفكار والأطروحات وعازمة على المشاركة في أي جلسات أو نقاشات تدعى ليها من أجل الوصول لرؤى يستفيد بها الوطن. امبارح استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الجهود والإجراءات اللي بتقوم بيها وزارة البيئة لدفع عجلة الاستثمار، وده في ضوء التكليفات الرئاسية بتطوير القطاع البيئي والعمل على تذليل مختلف العقبات اللي بتعترض تنفيذ المشروعات البيئية وربط تطوير القطاع البيئي بالتنمية الاقتصادية. امبارح أكدت الحكومة إنه لا صحة لرفع سعر رغيف الخبز المدعم تزامناً مع زيادة تكلفة إنتاجه بعد رفع سعر السولار. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قال إنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وشدد على استمرار نظام صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين ب5 قروش فقط دون أي زيادات، على أن تتحمل الدولة فارق التكلفة الإنتاجية. امبارح التقى قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان في المقابلة العامة الأسبوعية اللي بيعقدها في ساحة القديس بطرس الرسول بالفاتيكان. وألقى قداسة البابا تودروس الثاني كلمته بساحة القديس بطرس بالفاتيكان بمناسبة مرور 10 أعوام على زيارته للفاتيكان. وامبارح المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب دكتورة رشا راغب شاركت كمتحدث رئيسي في الدورة الـ12 من ملتقى الاستثمار السنوي 2023 في إمارة أبوظبي بدولة الإمارات، وتم استعراض تجربة الأكاديمية الوطنية للتدريب كنموذج ناجح في تمكين الشباب. وقال الدكتورة رشا راغب إنه تم تصميم برامج الأكاديمية لتلبية احتياجات التغيير السريع اللي بيشهده العالم حالياً. وقال الدكتورة رشا راغب إنه تم تصميم برامج الأكاديمية لتلبية احتياجات التغير السريع اللي بيشهده العالم حالياً مع تركيز قوي على الابتكار والإبداع. يمكن المتصفح في أخبار المحافظات بالأمس يلاقيها أن هي اهتمت امبارح بمشروعات الشباب وحجم التمويلات اللي تم توفيرها في محافظة زي محافظة الدقهلية وكمان محافظة بني سويف. كمان في مد خطوط شبكة تليفونات بتقنية الألياف الضوئية في محافظة شمال سيناء، وده اللي بيعكس منها فكرة التنمية الحقيقية اللي بتحصل في شمال سيناء. أكيد. كمان امبارح في مختلف المحافظات تم تقديم خدمات طبية لحوالي 2000 شخص من خلال قافلة بإحدى قرى المنيا، وجامعة أسوان كمان نظمت قافلة طبية مجانية للأشقاء السودانيين في ميناء قسطل. مجموعة تانية من الأخبار من مختلف المحافظات خلينا نعرفها من التقرير اللي جاي. الأخبار اللي حصلت امبارح في المحافظات تناولت موضوعات كتير بتهم أهالينا في المحافظات. البداية من بني سويف، تم الإعلان عن إن إجمالي قيمة المشروعات اللي تم تمويلها من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية مشروعك وصلت ل 2 مليار و338 مليون جنيه، واستفاد منها أكتر من 15 ألف مشروع.
في دمياط أعلنت مديرية الصحة أنه تم إمداد المحافظة بجهاز أشعة متنقل مزودة بخدمة PACS لكتابة تقارير الأشعة لمستشفى الزرقاء المركزي، ودي بتعتبر هي الخدمة الأولى من نوعها بالمستشفيات الحكومية بمحافظات الدلتا بالكامل، وبتستهدف تحسين مستوى الخدمات الصحية ورفع كفاءة أقسام الأشعة بالمستشفيات. في شمال سيناء بيتم تنفيذ مشروع مد خطوط شبكة تليفونات جديدة فايبر جلاس تقنية الألياف الضوئية بالتنسيق مع مدينة ناخل، وده في إطار الخدمات اللي بتوفرها الدولة لأهالي مناطق مدن وقرى سيناء. في جامعة المنوفية تم افتتاح فعاليات دورة الشهيد الرفاعي 50 للجامعات والمعاهد العليا في لعبة المصارعة بالصالة المغطاة باستاد الجامعة. البطولة بتشهد مشاركة 124 لاعب من 21 جامعة. في المنيا نفذت مديرية الصحة قافلة طبية وعلاجية بقرية أبو خلقة التابعة لمركز دير مواس، وتم الكشف الطبي على 1948 حالة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة ليهم بالمجان وتحويل الحالات اللي بتحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، وده ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة. في الدقهلية تمت الموافقة على صرف الدفعة 174 من حساب قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين بدون فوائد دفعة شهر إبريل 2023، وده بإجمالي 810 ألف جنيه موزعة على 12 وحدة محلية بمراكز ومدن المحافظة. في الأقصر شهد أرض مطار البالون الطائر عودة تحليق البالون بعد توقفه 4 أيام لظروف الطقس والرياح، وامبارح حلقت 52 رحلة على متنها أكثر من 1450 سائح من حول العالم. فأسوان نظمت كلية الطب بجامعة أسوان بالتعاون مع اللجنة الطبية والإغاثة بمجلس الوزراء قافلة طبية كبرى لتقديم العلاج بالمجان والعمل على استقبال وعلاج الإخوة السودانيين الأشقاء والمصريين والرعايا الأجانب القادمين من السودان عبر ميناء قسطل.